بين فترة وأخرى تؤول الكلمة النهائية للجماعات المتشددة في أبيان، حيث تتبدد الفرص باستقرار الحالة الأمنية أكثر من أي وقت مضى. وحتى مع وجود ما يسمى بقوات الحزام الأمني التي تشكل سياجاً على أغلب مديريات المحافظة، تجد نفسها من وقت لآخر في دائرة استهداف العناصر الإرهابية. 4 جنود بين قتيل وجريح من قوات الحزام الأمني ومثلهم من العناصر الإرهابية سقطوا قتلى أيضاً في العملية الانتحارية التي وقعت في مديرية موديا شرق محافظة أبيان. مقر قوات الحزام الأمني في منطقة آل عشال شرق المدينة كان الهدف الجديد، وضرب انتحاري يقود سيارة مفخخة بوابة مقر القوات، كما أعقب الانفجار هجوم مسلح من العناصر الإرهابية التي فشلت في اجتياز أسوار المقر بعد أن خاضت اشتباكات عنيفة مع الحراسة. فشلت العناصر الإرهابية بتنفيذ المهمة إذن، لكنها لا شك ارتكبت جريمة أخرى بحق الأمن في محافظة تكابد المآسي منذ سنوات، وإلى جانب الحالة الأمنية الهشة التي تمر بها أبيان، تغيب أغلب الخدمات الأساسية، كما تشهد توقف الأنشطة المجتمعية وغيابا شبه كلي للدعم المحلي والدولي.